السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البدايه تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. اليوم جايب لكم جليتش مره جبار، والاكس بي حقه خيالي، ويعطيك ليفل 2 ليفل 3 ليفل في لحظه واحده. تمام. طيب في البدايه نضغط مربع ونروح الى رمز الجزيره. هذا رمز الجزيره الظاهر امامكم. طب اول ما حيبدا الجيم حيجيبنا هنا. الطور هذا مو نفس الاطوار الثانيه، هذا يدخلك على الجيم على طول بدون ما تنتظر. تمام. طيب اول ما تدخل لاحظوا معايا دحين وركزوا معايا. تمام، عندنا هنا واحدة كابينة، وهنا في واحدة، وفي واحدة هنا، وفي واحدة في الأمام، يعني في أربع كباين. إيش المطلوب في الجلتش هذا؟ مطلوب إنك أنت تطلع فوق الكابينة وترقص، هيعطيك الإكس بي. بس إيش المشكلة؟ في الحساب الثاني الكابينة هذه أعطتني الإكس بي هذه. تمام؟ في الحساب هذا دحين أنا جربت الكابينة هذه ما أعطتني إكس بي، في كابينة ثانية هذه برضه جربتها ما أعطتني إكس بي، دحين أجرب الكابينة هذه معاكم واشوف انها حتعطيني اكس بي ولا لا. شايفين؟ شوفوا الاكس بي دحين. طيب اذا نزلت هيظل الاكس بي شغال. شوف 51000، 56000، 60000، 70000، 74000، 79000. شايفين؟ لا الا الجلتش هذا مره خيالي ترى، والاكس بي حقه مره عالي 123000، 129000. خلينا نشوف الين متى هيوقف. اوكي هيلاحظوا هذا اول ليفل. وهذا ثاني ليفل الا شويه، يعني تقريبا الليفلين الا شويه. تمام. طيب ترجع الكابينه نفسها او طلع الليفل الثاني، تطلع الكابينه نفسها وترقص ثاني. طيب بدي يدينا اكس بي مره قليل. طيب خلينا نطلع الكابينه الثانيه نشوف هتعطينا كمان اكس بي ولا لا. لا. طيب خلينا نرجع نفس الكابينه كمان مره ونشوف انه هيستمر معانا الاكس بي ولا يوقف. لا خلاص، يعني حتعطيك حول ليفلين في حركه واحده. مره اكس بي خيالي صراحه، والجليتش مره حلو، وان شاء الله يكون الجليتش عجبكم، وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد. كذا وصلنا لنهايه مقطعنا. اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر وفي امان الله. شوفوا الاكس بي يظل ماشي ترى، يقطع يوقف ويرجع، بس اذا وقف معاكم الاكس بي مره حاول انك تخرج من الجيم وترجع تاني، حيعطيك برضه اكس بي. تمام.